قداش شتوني ساكت هنا عرفوا قضية حمضة حمضة دي برداد ألوغ الله إلا طحت بالله إجناطة سي با غراف جو مان سوغتيغ حصلة هادي حصلة ممتعة ها فين داز انا في قلب هادشي و لو كورون تري تري فور الرجل الفوختين هادي الفوختين هو اقتباس لأحد الإخوة الكرام اللي عنده هذا المصطلح الله في قلبي هذا الماء يلا يا شباب انفه بون انفه هذا جزء من هذا طريق كله على هذه الشكلة اما تدوس في وسط الماء اما في الحجر احلاهما مروا ولكن بالنسبة للجسم مفيد للغاية وي ميرسي ميرسي زعيم الغواص قايلان منين ندوس من هنا غتغطس العوم بلاتي التقت لك شي يلا وريني في عينك الروعة الروعة هادشي هاد المياه وهاد الخيرات والله يا إخوة والله العظيم أقولها لأن كنتحدث مع الإخوة المغاربة المغاربة كل العرب هاد المنطقة هادي راه قليل اللي كيعرفها دخل الانترنت دير واد الخنار وكاين فريمون باش توصل بما شقة ولكن ملي توصل هنا كلها متعة خاص واحد مجموعة ديال الشروط توفر في اللباس في الخفة ديال في الرشاقة شوية ديال الجسم ما خاصش الإنسان يكون الوزن ديالو ثقيل لأن الإنسان اللي الوزن ديالو ثقيل كيكون عنده حمولة زائدة دونك كيتعب العضلات ديالو كتراهق دغيا إذا تو تونترين واحد العشر ايام ولا اتونسيون حتى الحذاء هنا خصو يكون حيت كاين شويه الحجر يكون عنده القطع ديالو ما كيزلقش وكاين احذيه خاصه بالماء لي صندال الصندالة ديال البلاستيك اللي خاصة بالبحر ولا بلا بيسين راه مهم للغاية كونو لي كرومب ديالها كيتسخو شويش خاصك تزير راسك ما بقاش التليفون دابا عندك حتى حمد لا رانا لاعب على يد وحده
وحتى حتى لدابا ما عمر وقعت شي حاجه الحمد لله. الله يحفظك وصافي هكا نديرو الاحتياط صافي. هذا الراس ولا باقي؟ باقي باقي فوقها. اللي فيه ديفو هذا احد ابناء المنطقه تعرفوا هذا الماء هنا الماء متلج سبحان الله. اذا الماء نقدر نقول لك درجه الحراره ديالو واحد 4 ولا 5 درجات وراء المنابع ديالو هما كاين الاخوان غنديكم حتى لتما ومن بعد اجيو لراسكم. هذا هو طح كيفاش؟ الصديق ديالي قال لي كنشوف في السيمانة اللي فاتت عنده كونسيو مسكين راه تيصغير صح كاروت شاتو ما عندهاش علاقة بالكرة كان كيتفرج كرة ماشي بلي لا واحد في القصر وقيلة ولا طحت كريز في هذا مسكين هذا كريز يخسر المغرب هو يطيح هذا عنده علاقة بداك الشيء بالكريكريات والمغرب شي دولة كبيرة فهمت واعرف خدامة معاك هذا كيتعصب شوية كيتعصب طونسيون طونسيون ما بقاش كي طونسيون ما كيديوهاش في راسو القلب صاحبي تصور تجينا عندك طونسيون كان يقول تيتا زعما اذا كنت جري تجينا عندك اسمع 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 على النظر اسمع اسمع يا رسول الله حنا جينا بدقه واحده عندك الى فاري شد لي في يدك ميرسي نعملو لاشين هاكاك لاشين ديستريبيسيون لا خص العصا هذا الدور ديالها يعني كتحط رجلي كتعرف فين حطها الله يا اخي حسن والله ما كنت ناوي نكون هنا. هذا سيدي حسن ها هو كيصورني ونصوره ولا في الاحلام باقي هذا عاد غنزيدو العمال الروعه 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 شربوا عوم اتات خوا اتات خوا برودة حبيبي هذا هادشي اش كيقولوا هادشي ما كيتعاودش حنا كنعاودوا كل عام حتى حنا سير سا ديبون دو لا سونتي دو سيركمستانسز واكل دق ديالو